السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أستكمل مع حضراتكم إن شاء الله سلسلة Immunology Made Easy، ونكمل كلامنا في المحاضرة الأولى من الكتاب An Overview. وكنا وقفنا المقطع اللي فات في جزئية إن إزاي جسمنا ممكن يحاول يكون عدد كبير من الأنتيبوديز المختلفة لمواجهة العدد الكبير جدا من الحاجات الغريبة المضرة اللي ممكن تدخل الجسم. جاء أحد العلماء في سنة 77 وحاول يحل المعضلة دي، وبالمناسبة هو أخد جائزة نوبل بسبب الجزئية دي. وكانت فكرته إيه؟ هو قال إن الـ DNA اللي موجود في كل خلية في الجسم واحد، وبالتالي لما يحصل نسخ للـ DNA ده هتروح نفس النسخ منه للخلايا الجديدة، ويتنسخ منها نفس النسخ لخلايا جديدة تانية، وهكذا. وكأنها مثلا ورقة عادية، ففي شخص بيصورها فبتكون عنده زي الأصل بالظبط، ويجي واحد تاني يصورها منه وتبقى زي اللي صورها منها وزي الأصل، وهكذا. جاء بقى العالم ده في فرضيته دي اللي حطها إن العادي الطبيعي واللي بيحصل بس في شوية استثناءات. وكانت فكرته إن الخلايا اللي هي البي سيل عندنا بتبدأ بنفس الدي إن إيه، ولكن في رحلة الخلية وهي بتتطور الدي إن إيه بتاعها واللي مسؤول عن الجينات بتاعة الأنتي بادي ممكن تتغير، والتغيرات دي قد تكون كافية عشان تدينا في النهاية 100 مليون أنتي باديز مختلفين. طيب، وده برضو بيحصل إزاي؟ هنحاول نعرف إن شاء الله المقطع اللي جاي، ونقف عند النقطة دي النهاردة، ودي تكون نهاية مقطعنا النهاردة. إلى أن نلتقي قريبا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.